الرئيس السيسي يهنئ أبناء مصر بالخارج بحلول عيد الأضحى المبارك. مليون حاج يؤدون ركن الأعظم للحج بالوقوف على صعيد عرفات. ووفاة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو أبي إثر تعرضه لإطلاق نار. الثانية عشر ظهراً العاشرة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية جديدة تأتيكم من القاهرة، مرحبا بكم. وبداية هذه النشرة ستكون مع زميلتي دارين مصطفى. لك دارين. شكرا دعاء، أهلا بكم مشاهدين إلى هذه النشرة. ومن العناوين إلى التفاصيل، والبداية مع تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي أبناء مصر المسلمين بالخارج بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وفي برقية تهنئة بهذه المناسبة، نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، دعا الرئيس السيسي الله تعالى أن يجعله عيدا مباركا وأن يعيده بالخير واليمن والبركات، متمنيا لأبناء مصر بالخارج التوفيق والسداد ولمصر المزيد من التنمية والتقدم والرخاء. بمناسبة عيد الأضحى المبارك، كثفت وزارة الداخلية من إجراءاتها الأمنية المكثفة على كافة الطرق والمحاور لتحقيق الانسيابية والانضباط المروري. إجراءات أمنية مكثفة وخطط ومتابعات دقيقة اتخذتها وزارة الداخلية لتحقيق الانسيابية والانضباط المروري على كافة الطرق والمحاور خلال فترة الأعياد. ويشهد طريق إسكندرية مطروح الساحلي إقبالا كبيرا من المواطنين، حيث قامت الإدارة العامة للمرور بنشر الخدمات والأكوال الأمنية على الطريق لتوفير سبل الأمن والأمان والسيولة المرورية. كما تم تزويد الطريق بمعدات مراقبة إلكترونية ثابتة ومتحركة للحد من تجاوز السرعات والالتزام بالسرعات المقررة على الطريق، وخاصة المناطق التي تم تطويرها بالطريق الرئيسي. وبمناسبة بدء التشغيل التجريبي للمنطقة التي تم تطويرها مؤخراً من الكيلو 101 إلى الكيلو 156، التي تمت خلالها توسعة الطريق الرئيسي ليصبح 6 حارات، كما تم توسعة الطريق الداعم ليصبح 4 حارات، إضافة إلى إنشاء 9 كباري دورانات لخدمة مرتاد الطريق ولتيسير تغيير الاتجاه لنقل الحركة من الرئيسية إلى الداعم. ومن الداعم إلى الرئيسية. كل كوبري يتكون من 4 مطالع و4 مخارج لخدمة الاتجاهين. قائد المركبة يسلك الكوبري من أي اتجاه من خلال مطلعين الداعم والرئيسية، ويكون أمامه 4 اختيارات، إما مخرج الطريق الداعم أو مخرج الطريق الرئيسي أو الدوران، ثم يسلك مخرج الداعم أو المخرج الرئيسي في الاتجاه المعاكس. وقد تم نشر خدمات مرورية أعلى الكباري لتحقيق الانضباط المروري عليهم. الطريق الداعم تم إنشاؤه لخدمة مرتادي القرى السياحية والمولات والكيانات التجارية بتلك المنطقة، تتواجد عليه خدمات مرورية لإرشاد المواطنين، ويتكون من 4 حارات ويعمل في الاتجاهين، ويفصل بينهما محددات حركة بلاستيكية وحاجز خرساني لعدم التداخل أثناء السير.
ويوجد بالطريق الداعم دورانات تمكن مرتادي الطريق من تغيير الاتجاه والعودة مرة أخرى على نفس الطريق. تم وضع لوحات وعلامات إرشادية على الطريق توضح السرعات واتجاه السير، حيث أصبحت السرعات المقررة بتلك المنطقة 80 كيلو للطريق الرئيسي و60 كيلو للطريق الداعم و40 كيلو للكباري. وتهيب وزارة الداخلية الالتزام بتعليمات الإدارة العامة للمرور، حيث سيتم تطبيق القانون بكل حزم تجاه المخالفين حفاظاً على أرواح وسلامة المواطنين. هذا وأنهت وزارة الداخلية استعداداتها لتأمين احتفال المواطنين بعيد الأضحى المبارك من خلال خطة أمنية متكاملة تشارك فيها كافة قطاعات الداخلية. مؤتمنون على حماية أمن وسلامة المواطنين، خطة أمنية متكاملة تشارك في تنفيذها كافة قطاعات وزارة الداخلية لتأمين احتفالات المصريين بعيد الأضحى المبارك. انتشار أمني على كافة المحاور والمقاصد السياحية والمتنزهات. ارتكازات أمنية أمام المنشآت الهامة والحيوية. غرف عمليات للتعامل مع الطوارئ وضبط المخالفات خلال فترة العيد. تواجد أمني فعال في ربوع البلاد لبث الطمأنينة في نفوس المواطنين. فأمن المواطن رسالتنا. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي انه تلقى ببالغ الحزن والاسى نبأ وفاه رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو ابي اثر عمليه اغتيال غادره. وفي تدوينه على صفحته الرسميه بمواقع التواصل الاجتماعي اضاف الرئيس السيسي: لقد كان شينزو ابي صديقا مخلصا لمصر، محبا لها، داعما لها في كل الاوقات والظروف. شهدت علاقاتنا الثنائيه في عهدي تطورا غير مسبوق على جميع الاصعده. إنني أعزي الشعب الياباني الصديق لفقداني مثل هذا القائد العظيم، وأؤكد أن مصر لن تنسى ما قدمه شينزو أبي من جهود مخلصة لتعزيز تعاوننا، وستعمل على تخليد اسمه كما ينبغي. أعربت مصر عن خالص التعازي لحكومة وشعب دولة اليابان الصديقة في وفاة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو أبي إثر الحادث المفجع الذي أودى بحياته، وذلك بعد مسيرة مضيئة من العمل السياسي المخلص قدم خلالها الكثير لخدمة بلاده والشعب الياباني الصديق. هذا وتقدمت مصر حكومة وشعبا بصادق التعازي والمواساة للشعب الياباني ولأسرة رئيس الوزراء السابق ومحبيه في هذا المصاب الأليم، معربة عن تقديرها الكبير للدور الهام الذي قام به خلال مسيرة عمله السياسي في تعزيز أواصر العلاقات المصرية اليابانية، والتي كان خلالها صديقا وشريكا داعما لمصر وأسهم بحق في توطيد أوجه التعاون المتميزة والصداقة الممتدة بين البلدين والشعبين الصديقين. أفاد التلفزيون الياباني بوفاة شينزو أبي رئيس وزراء اليابان السابق بعد تعرضه لإطلاق نار من قبل مسلح أثناء إلقاه خطابا في مدينة نارا غربي اليابان قبل انتخابات مجلس المستشارين، حيث تم نقله إلى المستشفى قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.
أعلنت السلطات اليابانية أنه تم إلقاء القبض على منفذ الحادث ومصدر سلاحه. وكشفت الشرطة اليابانية أن المتهم كان عضوا في قوة الدفاع الذاتي للبحرية اليابانية. ونعيد على حضراتكم هذا النبأ العاجل مرة أخرى، حيث قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه تلقى ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة رئيس الوزراء السابق الياباني السابق شينزو أبي إثر عملية اغتيال غادرة. وفي تدوينة له على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي أضاف الرئيس السيسي: لقد كان شينزو أبي صديقا مخلصا لمصر، محبا لها، داعما لها في كل الأوقات والظروف، وشهدت علاقاتنا الثنائية في عهده تطورا غير مسبوق على جميع الأصعدة. إنني أعزي الشعب الياباني الصديق لفقدانه مثل هذا القائد العظيم، وأؤكد أن مصر لن تنسى ما قدمه شينزو أبي من جهود مخلصة لتعزيز تعاوننا، وستعمل على تخليد اسمه كما ينبغي. ونعيد على حضراتكم هذا النبأ العاجل مرة أخرى، حيث قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه تلقى ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو أبي إثر عملية اغتيال غادرة. وفي تدوينة له على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي أضاف الرئيس السيسي: لقد كان شينزو أبي صديقا مخلصا لمصر، محبا لها، داعما لها في كل الأوقات والظروف، وشهدت علاقاتنا الثنائية في عهده تطورا غير مسبوق على جميع الأصعدة. إنني أعزي الشعب الياباني الصديق لفقدانه مثل هذا القائد العظيم، وأؤكد أن مصر لن تنسى ما قدمه شينزو أبي من جهود مخلصة لتعزيز تعاوننا، وستعمل على تخليد اسمه كما ينبغي.
قالت إدارة مستشفى نارا الجامعي إن رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو أبي أصيب بجروح في الجانب الأيمن من العنق، وإنه تم نقل كمية كبيرة له من الدم. أضافت إدارة مستشفى أن أبي كان ينزف بشدة ولم تستطع إنقاذه، وأنه وصل بحالة حرجة جدا بلا أي علامات حيوية، وأن إحدى الطلقات اخترقت قلبه. هذا وتوالت ردود الأفعال الدولية المنددة بحادث إطلاق النار على رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو أبي. المزيد في العرض التالي. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. استقرت جموع حجاج بيت الله الحرام على صعيد عرفات الطاهر بعد توجههم إليه صباح اليوم ليؤدوا ركن الحج الأعظم ويشهدوا الوقفة الكبرى. توفد أكثر من مليون حاج هذا العام على مشعر عرفات قبل نفرتهم بعد مغيب الشمس إلى مزدلفة للمبيت فيها. وقالت وكالة الأنباء السعودية إن الحركة المرورية لانتقال ضيوف الرحمن من منى إلى عرفات شهدت انسيابية ومرونة، كما اتسمت عملية التصعيد إلى مشعر عرفات باليسر. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك
والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا ودع خطيب يوم عرفة الدكتور محمد العيسى عضو هيئة كبار العلماء الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، دعا جميع المسلمين إلى انتهاج حسن الخلق كقيمة مشتركة بين الناس كافة وسلوكا رشيدا للمجتمع. وقال خطيب عرفة إن قيم الإسلام هي البعد عن كل ما هو متنافر ويحث على الفرقة، وإنه يجب التصدي للمفاهيم المغلوطة عن الإسلام. أدى حجاج بيت الله الحرام صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا في مسجد نمرة بمشعر عرفات اقتضاء بسنة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. امتلأت جنبات المسجد والساحات المحيطة به بضيوف الرحمن، وذلك بعد أن استمعوا لخطبة يوم عرفة. مع غروب شمس اليوم تبدأ جموع الحجاج نفرتها إلى مشعر مزدلفة، ويصلون فيها المغرب والعشاء ويقفون فيها حتى فجر غد العاشر من شهر ذي الحجة. أعادت المملكة العربية السعودية في موسم الحج لهذا العام تشغيل قطار المشاعر المقدسة. يعمل القطار على نقل الحجاج من مشعر منى إلى مشعر عرفات. جدير بالذكر أن القطار يعود للعمل بعد توقف دام لعامين بسبب قيود الإغلاق التي فرضت للوقاية من فيروس كورونا. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يا صعيد عرفة، سيتوجه حجاج بيت الله الحرام لأداء ركن الحج الأعظم، ومنها التوجه إلى مزدلفة فمنى من جديد لرمي الجمرات وإتمام المناسك، عملية كانت تحتاج إلى تحمل مشقة انتقال وتكدس كبيرة، فضلا عن الحاجة الماسة وقتئذ إلى عشرات الآلاف من المركبات والحافلات التي كانت تقل ضيوف الرحمن إلى المشاعر. ولذا فقد نشأت الحاجة إلى قطار المشاعر المقدسة، ومن اسمه تفهم الغاية من إنشائه، وهو ربط المشاعر المقدسة بخط سكك حديدية تربط المشاعر المقدسة بعضها ببعض. الخطوة الحديدية السعودية في قطار المشاعر المقدسة، القطار الكهربائي الترددي الذي ينقل الحجاج بين مشاعر منى ومزدلفة وعرفات من خلال 9 محطات، 3 محطات في منى وثلاث محطات في مزدلفة وثلاث محطات في عرفات، بطول إجمالي 18 كيلومتر. من خلال القطار الذي يبلغ سرعته 80 كيلومتر في الساعة يستطيع القطع المسافة فيما يقارب 10 دقائق، وسعة القطار 3000 راكب في الرحلة الواحدة، في حين تبلغ الطاقة الاستيعابية 72 ألف راكب في الساعة. بدأ تنفيذ المشروع عام 2008 وافتتح عام 2010 بكلفة إجمالية قدرت بما يزيد على 6.5 مليار ريال سعودي. يعمل بنظام تحكم آلي ويضم 9 محطات، 3 منها في منى ومثلها لمزدلفة ومثلها لعرفات، عبر خط حديدي مزدوج بطول يبلغ 18 كيلومترا. وقد استبق موسم الحج بعمليات صيانة واختبارات للتأكد من جاهزية القطارات ومنظومتها، مع إجراء عمليات التشغيل التحضيري استعدادا للتشغيل الفعلي، مع عمل اختبارات الطوارئ اللازمة قبل انطلاق موسم الحج. هذا قطار المشاعر المقدسة متنقلا بين محطاته المعتادة من منى إلى عرفات ثم العودة إلى مزدلفة فمنى من جديد.
هذا المشروع الذي يستهدف تقليل معدلات الازدحام والتكدسات بين حجاج بيت الله الحرام يعود للعمل من جديد بعد توقف امتد العامين الماضيين بحكم الإجراءات الاحترازية التي اتخذت على خلفية تداعيات فيروس كورونا وبالتالي قلة أعداد الحجاج في السنتين الماضيتين. أحمد أبو زيد لإكسترا نيوز من على متن قطار المشاعر المقدسة. قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن العملية الروسية في أوكرانيا تزيد من الصعوبات في جميع أنحاء العالم، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالغذاء والطاقة. تصريح بلينكن جاء خلال لقائه بنظيره الهندي سوبرامانيام على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة الـ20 وذلك في بالي بإندونيسيا. أضاف بلينكن أن 71 مليون شخص في أنحاء العالم يعيشون في فقر نتيجة للعملية الروسية في أوكرانيا. صرح مسؤول غربي أن بلينكن خاطب نظيره الروسي في محادثات مغلقة لمجموعة الـ20 في بالي مطالبا موسكو بالسماح بشحن الحبوب من أوكرانيا. من جانبه قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الدول الغربية لا تسمح لأوكرانيا بالانخراط في عملية سلام، مشيرا إلى أن روسيا لا يمكنها القبول بذلك. وقال لافروف خلال مشاركته في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة الـ20 إن رغبة الغرب في انتصار أوكرانيا على روسيا في ساحة المعركة تعيق احتمال عملية السلام. في سياق متصل اعتبر لافروف أن الولايات المتحدة تحاول إجبار العالم بأسره على التخلي عن مصادر الطاقة الرخيصة. هذا وقد انطلق في بالي الإندونيسية اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة الـ20 وذلك المرة الأولى منذ بدء الأزمة الروسية الأوكرانية. في كلمتها الافتتاحية دعت وزيرة الخارجية الإندونيسية مجموعة الـ20 دعتهم إلى المساعدة في إنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية وكذلك إلى تسوية جميع الخلافات بين الدول الأعضاء في المجموعة. قالت وسائل إعلام روسية إن الجيش الأوكراني أطلق 6 قذائف مطابقة لتلك التي يستخدمها حلف شمال الأطلسي الناتو على مناطق في مقاطعة دونيتسك شرقي أوكرانيا. وذكرت وكالة رايا نوفوستي في بيان أن القوات الأوكرانية قصفت دونيتسك مرتين خلال 5 دقائق وأطلقت ما مجموعه 6 قذائف مدفعية من عيار 155 مليمتر والتي تطلقها مدافع هاوتزر طويلة المدى من طراز M777 والتي منحتها الولايات المتحدة مؤخرا إلى كييف. قالت وزارة الدفاع البريطانية إن روسيا تركز اعتادها للهجوم على مدينة سيفيرسك الأوكرانية. وفي بيان لها أشارت الدفاع البريطانية إلى أن هناك احتمالا واقعيا أن يكون الهدف التكتيكي الفوري لروسيا في أوكرانيا هو سيفيرسك، إذ تحاول قوتها التقدم نحو هدفها الأكثر ترجيحا في منطقة سلوفيانسك وكراماتورسك. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده لم تبدأ بعد الأمور الجدية في أوكرانيا، مع تشديده على أن موسكو تظل منفتحة على المفاوضات مع كييف. وخلال اجتماع مع قادة فصائل مجلس الدوما في موسكو قال بوتين إن موسكو لا ترفض السلام، مشيرا إلى أن محاولات الغرب لاحتواء روسيا باءت كلها بالفشل، ومؤكدا على أن العقوبات التي تم فرضها على موسكو تسببت في صعوبات للولايات المتحدة وأوروبا.
ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الولايات المتحدة وحلفائها بحلف شمال الأطلسي الناتو يستخدمون أوكرانيا كحقل للتجارب البيولوجية. اتهم قائد قوات الحماية النووية والبيولوجية والكيميائية في روسيا إيغور كيريلوف ممثلي الحزب الديمقراطي الأمريكي بلعب دور كبير في تمويل العمليات البيولوجية العسكرية الأمريكية في أوكرانيا، مضيفا أن المقاول الرئيسي للبنتاغون كان شركة ميتا بيوتا والتي حصلت على أموال من صندوق استثماري يملكه هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن. أضاف كيريلوف أن المواد التي تم الحصول عليها تثبت أن الشركة ما هي إلا غطاء لمهام مشكوك فيها من وجهة نظر القانون الدولي، وتستخدمها النخب السياسية الأمريكية في عمليات مالية غير شفافة في أنحاء مختلفة من العالم. أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده تعمل على دعم كونغرس الولايات المتحدة من حيث توريد أنظمة الدفاع الجوي الحديثة. وفي أعقاب لقائه عضوي مجلس الشيوخ الأمريكي لينسي جراهام وريتشارد بلومنثل في العاصمة كييف، شدد زيلينسكي على ضرورة ضمان مثل هذا المستوى من الأمان في السماء بحيث لا يخشى الشعب الأوكراني من العيش في بلاده. أقر البرلمان الفنلندي قانونا يسمح بتعزيز الحماية على الحدود مع روسيا. ينص القانون على تحسين الحماية الحدودية للاستجابة لأي تهديدات من خلال بناء عوائق أكثر متانة على امتداد الحدود والبلغ طولها 1300 كيلومتر. وقع ممثلو الدول الثلاثين الأعضاء بحلف الناتو على البروتوكولات اللازمة لدعوة فنلندا والسويد للانضمام للحلف رسميا، وهي خطوة مهمة نحو انضمام الدولتين لعضوية الحلف. المزيد نتابعه مع الزميلة داليا بوميرا. أهلا بكم. بدأت كل من فنلندا والسويد رحلة الانضمام إلى حلف الناتو، حيث شكل طلب الدولتين الانضمام إلى الحلف في 18 من مايو الماضي منعطفا تاريخيا دفعتهما إليه العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. ففي خطوة مهمة نحو انضمام فنلندا والسويد لعضوية الناتو، وقع ممثلو الدول الثلاثين الأعضاء بالحلف على البروتوكولات اللازمة لدعوة الدولتين للانضمام للحلف رسميا، وذلك بمقر الحلف في بروكسل. ولإتمام عملية انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو، ما زال يتعين أن تصدق كل دولة عضو بالناتو على دعوة الانضمام بموافقة تشريعية على بروتوكولات الانضمام، وهي عملية من مهام برلمانات الدول، ومن المتوقع أن تستغرق من 6 إلى 8 أشهر. الأمين العام لحلف الناتو يانس ستولتنبرغ أكد أن التوقيع على بروتوكولات انضمام الدولتين إلى الحلف هي خطوة ستعزز قوة الناتو، مؤكدا أن إجراءات الانضمام ستكون الأسرع في تاريخ الحلف، وسيستغرق الانضمام شهورا وليس سنوات. أما نائب الأمين العام لحلف الناتو فأعلن أن انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف لا يقتضي نشر قواعد للناتو على أراضيهما، مضيفا أنه لا توجد لدى الحلف مثل هذه الخطط الآن، ومؤكدا أن البلدين لديهما مستوى عالي من الاستعداد العسكري والاستراتيجي. وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين من جانبه أكد أن التوقيع على بروتوكولات انضمام الدولتين إلى الناتو هو يوم تاريخي للأمن عبر المحيط الأطلسي، مضيفا أن باب الناتو لا يزال مفتوحا. وردا على الانضمام المرتقب للسويد وفنلندا إلى الناتو، قالت الخارجية الروسية أن هذا الانضمام سيفاقم الوضع الأمني في البلطيق والقطب الشمالي. وشددت الخارجية الروسية على أن أي إجراءات تهديدية تتخذ في السويد أو فنلندا بعد انضمامهما إلى الناتو ستقابل برد لا مفر منه من قبل موسكو. مشاهدينا الكرام، كان هذا استعراضا لاقتراب فنلندا والسويد من الانضمام إلى حلف الناتو بعد توقيع ممثلي دول الأعضاء على بروتوكولات الانضمام اللازمة لدعوة البلدين للانضمام إلى الحلف. شكرا لحضراتكم على طيب المتابعة.
قالت وزارة الزراعة الأوكرانية إن صادرات الحبوب في الأيام السبعة الأولى من يوليو وهو الشهر الأول من موسم 2022-2023 الجديد تراجعت بنسبة 38.6% على أساس سنوي إلى 318,000 طن. ارتفعت صادرات الحبوب لموسم 2021-2022 المنتهي في 30 من يونيو بنسبة 8.5% إلى 48.5 مليون طن، مدفوعة بشحنات الكبيرة قبل العملية العسكرية الروسية لأوكرانيا في 24 فبراير. ارتفع عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي، في حين تباطأ الطلب على العمالة وارتفع عدد المسرحين من عملهم إلى أعلى مستوى منذ 16 شهرا في يونيو. هذا وقالت وزارة العمل الأمريكية إن الطلبات المقدمة لأول مرة للحصول على الإعانات الحكومية زادت من 4000 إلى 135,000 في الأسبوع المنتهي باليوم الثاني من يوليو الجاري، وتراوحت المطالبات حول مستوى 230,000 منذ بداية يونيو، بينما زاد خفض الوظائف بنسبة 29% في الربع الثاني من العام مقارنة بالفترة نفسها من يناير إلى مارس. أعلنت الجزائر رسميا عن رفع سعر بيع الغاز التعاقدي المورد عبر خط أنبوب نقل الغاز الذي يربط الجزائر بأوروبا عبر إسبانيا، وذلك بسبب ظروف السوق الحالية. أوضحت الشركة الجزائرية الحكومية للنفط أن اتفاقية توريد الغاز لأوروبا تنص على مراجعة سعر البيع الغاز التعاقدي المطبق على مدى 3 سنوات والممتد حتى عام 2024. ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في بورصة لندن إلى أعلى مستوى لها عند 1900 دولار لكل 1000 متر مكعب، وذلك للمرة الأولى منذ 9 مارس الجاري. وكانت أسعار الغاز في أوروبا قد ارتفعت بنحو الضعف خلال شهر واحد. نتابع المزيد في سياق التقرير التالي. مع استمرار التداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية، ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في بورصة لندن لأعلى من 1900 دولار لكل 1000 متر مكعب، وذلك للمرة الأولى منذ مارس الماضي. وفي غضون شهر تضاعفت أسعار الغاز في أوروبا، ففي 7 يونيو الماضي كانت أسعارها عند مستوى 880 دولاراً، ثم قفزت إلى مستوى 1300 دولار، وفي نهاية الشهر اقتربت من مستوى 1600 دولار. أما في مطلع يوليو الجاري فبلغت 1800 دولار، وقبل 4 أشهر أيضاً سجلت أسعار الغاز أعلى مستوياتها التاريخية، إذ بلغت في 7 مارس الماضي مستوى 3892 دولار. ومع الاضطرابات الشديدة التي يواجهها سوق الغاز الطبيعي في أوروبا، ذكرت المجموعة الدولية لمستوردي الغاز الطبيعي المسال ومقرها باريس، ذكرت أن أولئك الذين يتوقعون أن أسوأ أزمة طاقة تتعرض لها أوروبا ستهدأ بعد فصل الشتاء المقبل سوف يصابون بخيبة أمل. وفي حين أن الطقس الجيد في الشتاء الماضي ترك أوروبا بمخزونات غاز أكبر مما كان متوقعاً من أجل التدفئة في موسم الشتاء المقبل، إلا أن أسعار الغاز ترتفع للغاية في الأسواق بسبب المخاوف من نقص الوقود في الشتاء. في الوقت نفسه تواجه عدة دول أوروبية ضغوطاً اقتصادية كبيرة على خلفية الأزمة الأوكرانية مع اعتمادها على الغاز الروسي بشكل أساسي، حيث تراجعت صادراتها بشكل مفاجئ في مايو الماضي بينما تجاوزت الواردات التوقعات. ركود اقتصادي متوقع بشدة في ظل تراكم الأزمات بقطاع الطاقة، ويبدو أن الغاز الذي بات حاليا أهم سلعة في العالم قد يكون المحرك الرئيس لأزمة كارثية وسط موجات كبرى للتضخم العالمي. صعد الذهب على نحو طفيف مع انخفاض العائد على سندات الخزانة الأمريكية، لكن قوة الدولار وضعت الأسعار على مسار أكبر خسارة أسبوعية في 8 أسابيع بعدما قوضت الطلب على المعدن النفيس. ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2%، وزادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.1%.
انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 أعوام بعد مكاسب في الجلستين السابقتين، وهما دعم الذهب الذي لا يدر فائدة ثابتة. تخلى مؤشر نيكي الياباني عن معظم مكاسبه المبكرة ليغلق دون تغيير، وذلك بعد إطلاق النار على رئيس الوزراء السابق شينزو أبي في أثناء حملة انتخابية. هذا وأغلق نيكي مرتفعا 0.1% بعد صعوده بما يصل إلى 1.4% في وقت سابق من الجلسة. كما تخلى المؤشر توبكس الأوسع نطاقا عن معظم مكاسبه ليغلق مرتفعا بنسبة 0.27%. بدأ السباق لخلافة رئيس الوزراء بوريس جونسون في صفوف حزب المحافظين البريطانية غداة استقالته. فقد أعلن نائب المحافظ توم توغن هات رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان عن ترشحه، ليصبح بذلك أول المسؤولين الذين يفصحون عن نيتهم لخوض السباق منذ إعلان رحيل جونسون. ومع استقالة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون برزت عدة أسماء لأهم المرشحين لتولي رئاسة الحكومة الجديدة. المزيد في سياق العرض التالي. Thank you.
أعلنت وزارة الدفاع الصينية أنها أجرت مؤخرا مناورات مشتركة على الاستعداد القتالي ودوريات في البحر والمجال الجوي حول تايوان، وذلك ردا على زيارة سناتور أمريكي للجزيرة. قال الناطق باسم القيادة الميدانية الشرقية في الصين إن إجراء الجيش المناورات جاء ردا على الدعم الأمريكي الأخير لتايوان، والذي لن يؤدي إلا إلى زعزعة السلام في مضيق تايوان. نقلت وكالة رويترز عن مصدر تايواني مطلع أن مقاتلات صينية عبرت خط الوسط للمضيق من جانبه الشمالي، لكنها لم تدخل المجال الجوي للجزيرة. كشفت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون كشفت النقاب عن إجراء اتصالات أمريكية صينية على مستوى رفيع من أجل بحث سبل التقليل من المخاطر الاستراتيجية. وأوضحت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان أن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية أكد ضرورة فتح خطوط الاتصال بين الجانبين، وأنه من المهم أن تشارك قيادة الجيش الصيني في حوار موضوعي بشأن سبل تحسين الاتصالات وقت حدوث أزمات والعمل من أجل التقليل من المخاطر الاستراتيجية. أعلنت منظمة الصحة العالمية أن لجنة الطوارئ بالمنظمة ستعقد في جنيف اجتماعها 12 حول تطورات انتشار فيروس كورونا، وذلك بموجب اللوائح الصحية الدولية وبدعوة من المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم. أشارت المنظمة في بيان إلى أن اللجنة ستقدم بعد اجتماعها التوصيات التي خلصت إليها إلى كل من مدير عام المنظمة الدولية والدول الأعضاء. يشار إلى أن اللجنة تعقد اجتماعاتها على أساس منتظم كل 3 أشهر. أعادت شنغهاي فتح معظم دور السينما التزاما بخطة الاستئناف التدريجي للأنشطة اليومية بعد أن رفعت قيود الإغلاق التي استمرت لمدة 2 شهر بسبب كوفيد-19 في يونيو الماضي. وفي محاولة لتجنب تكرار المحنة التي عانت منها المدينة في أبريل ومايو، تعتمد استراتيجية شنغهاي على اختبارات دورية لكوفيد-19 وتتبع المخالطين للمصابين وعزل المباني السكنية وغيرها من الأماكن. وقد تكون هناك حاجة إلى فرض قيود أكثر صرامة إذا ما فشلت تلك الجهود في احتواء الفيروس. هذا وتسارع العديد من تسارع العديد من المدن الأخرى في جميع أنحاء الصين لاحتواء تفشي المرض مبكرا، ما أثار المخاوف مجددا بشأن توقعات النمو الاقتصادي في الصين والاضطرابات المحتملة في سلاسل الإمداد والتجارة الدولية. ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم ارتفعت إلى أكثر من 553,515,000 إصابة. أفادت الجامعة في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى أكثر من 6,347,000 وفاة. أكدت وكالة الأدوية الأوروبية أن القارة تشهد موجة جديدة من كورونا، وقال مسؤول صحي بالوكالة إنه يجب استخدام لقاحات من الجيل الثاني لفيروس كورونا المستجد والتي تستهدف الفروع القديمة لمتغير أوميكرون هذا الخريف، وذلك بسبب ظهور حالات جديدة لهذا المتغير. المزيد في سياق هذا التقرير. لم تلبث جائحة كورونا أن غابت لبعض الوقت حتى عادت مرة أخرى لتكشف عن المزيد من الإصابات في عديد من البلدان. آخر التطورات أظهرتها وكالة الأدوية الأوروبية، والتي أكدت أن أوروبا تشهد موجة إصابات جديدة من الفيروس. وقال مسؤول صحي بالوكالة
إنه يجب استخدام لقاحات من الجيل الثاني لفيروس كورونا المستجد التي تستهدف الفروع القديمة لمتغير أوميكرون هذا الخريف بسبب ظهور حالات جديدة لمتغيرات أوميكرون. تحذيرات الوكالة الأوروبية تأتي في أعقاب تحذيرات أخرى كانت قد أطلقتها منظمة الصحة العالمية، حيث أوضحت أن عدد الإصابات بفيروس كورونا التي تم تسجيلها ارتفع بنسبة تصل إلى 30% خلال الأسبوعين الماضيين، وأن هناك سلالة فرعية للفيروس في الهند يتم متابعتها. وأشار المدير العام للمنظمة يودروس أدانوم إلى أن هناك بعض العوامل التي تفاقم من التحدي الحالي، وفي مقدمتها انخفاض عدد الاختبارات التي تجرى، مشددا على أهمية تلقيح الفئات الأكثر ضعفا مثل المسنين والمصابين بالأمراض المزمنة والعاملين في المجال الصحي بالجرعات التعزيزية. كانت فرنسا قد سجلت قبل أيام حصيلة يومية من الإصابات تخطت 200,000 حالة في تصاعد جديد لوتيرة الإصابات، ودعا وزير الصحة الفرنسي المواطنين إلى العودة للتقيد بالتدابير الوقائية في الأماكن المزدحمة ووسائل النقل المشترك، مشددا على ضرورة تلقي الأشخاص الأكثر ضعفا الجرعة الثانية المعززة للمناعة. أسيويا، واصلت حالات الإصابة بفيروس كورونا في اليابان ارتفاعها من جديد وسط مخاوف من بدء موجة انتشار سابعة من الوباء، وتخطى عدد حالات الإصابة اليومية بالفيروس حاجز 45,000 حالة، ما يقرب من ضعف حالات الإصابة بالفيروس في الأسبوع الماضي، وذلك تزامنا مع قضاء العطلات الصيفية وعودة الفعاليات التي تقام بالحضور الفعلي. سرد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تقريرا بشأن موقف تلقي ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وذلك خلال شهر يونيو. وأكد رئيس الوزراء على دعم الحكومة المستمر لدور منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة في تلقي وتوجيه الشكاوى لجهات الاختصاص والرد عليها إلكترونيا في إطار الحرص على التواصل المستمر مع المواطنين والعمل على تحقيق أفضل استجابات ممكنة لشكواهم بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية الأخرى. أعلنت وزارة البترول إنه جاري العمل على توصيل الغاز الطبيعي ل 420 قرية من قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وفي بيان لها أشارت الوزارة إلى أن 80 منطقة جديدة يدخلها الغاز لأول مرة هذا العام، بالإضافة إلى قرى مبادرة حياة كريمة، موضحة أنه قد تم تحقيق وفر في 243 مليون اسطوانة بوتاجاز سنوياً نتيجة إحلال الغاز الطبيعي محل البوتاجاز، كما تم تركيب 1,300,000 عداد غاز مسبق الدفع منذ بدء الاستخدام. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام جولة الظهيرة الإخبارية. لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا على طيب المتابعة، صحبتكم في هذه النشرة دعاء جاد الحق، وأنا دريم مصطفى. حتى نلتقيكم من جديد، نترككم في أمان الله.